يا بالتأكيد خبر مهم جدا جدا، مكملين مع ملف التعليم. لكن نروح مع التعليم العالي وجامعة الأزهر. يمكن امبارح اتكلمنا على برضو خبر كان هام جدا، ان جامعة الأزهر قررت المساواة في الحد الأدنى في الكليات العملية ما بين البنين وما بين البنات، علشان طبعا المساواة في الفرص. النهاردة بنتكلم على التنسيق. الدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر صدق على فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد الكترونيا، وده بدايه من امس الاثنين وحتى مساء الاربعاء المقبل. واوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعه الازهر للتنسيق الالكتروني ان تعديل الترشيح متاح للطلاب والطالبات مع الالتزام بالحد الادنى والتوزيع الجغرافي. طبعا ربنا يوفق كل ولادنا. لكن خلينا نتكلم في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان هو دلوقتي الازهر فيه تغييرات كبيره جدا جدا، من اهمها كنا بنتكلم على النطاق الجغرافي في سواء القاهرة بحري وإبلي، أن تم المساواة ما بين الذكور والنساء أو البنات والولاد في الحد الأدنى. وده طبعا من الخطوات المهمة جدا جدا. بنقدم التحية لجماعة